السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعود الشمري من شعبة جيم 20. سأتحدث اليوم عن الحروق. الحروق هو تلف يحدث الأنسجة بسبب تعرض حرارة حارقة أو الحرارة أشعة الشمس لفترة طويلة وأي إشعاع آخر. قد تكون حروق بسيطة أو حروق عميقة واسعة انتشار، ويمكن علاج الحروق أشعة الشمس وحروق الطفيفة في عادة في المنزل، بينما الحروق العميقة واسعة الانتشار يجب عليك الذهاب إلى عناية مركزة. تختلف أعراض الحرق اعتمادا على عمق الجلد. تأخذ علامات وأعراض الحرق الشديدة يوما أو يومين حتى تتطور. أنواع الحروق: أولا حرق من درجة أولى، والحرق من درجة ثانية، والحرق من درجة ثالثة. الحرق من درجة أولى، هذا الحرق بسيط ويؤثر على طبقة خارجية من الجلد وقد يسبب احمرارا وألما. والحرق من درجة ثانية، هذا النوع من الحرق يؤثر على طبقة البشرة والطبقة الثانية من الجلد، وقد يسبب وجود جلد متورم. قد تتكون بثور ويكون الألم شديدا وتسبب حروق من درجة ثانية العميقة ندوبا. الحرق من درجة ثالثة، يصل هذا الحرق إلى طبقة دهنية تحت الجلد. المناطق المحروقة قد تكون سوداء بنية أو بيضاء، قد يبدو الجلد سميكا. تدمر الحروق درجة ثالثة الأعصاب. مضاعفات الحروق العميقة: العدوى بكتيرية، فقدان السوائل، انخفاض درجة حرارة الجسم، مشكلات في التنفس، مشكلات في العظام والمفاصل. أتمنى أن أفدتكم شرح بسيط وسريع عن الحروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.